وعمالقة وفنانين كبار وإعلاميين وشعراء وأدباء ورجال أعمال وعلماء مهندسين أطباء غيروا وجه العالم. بالعادة معروف إنه السما هي يلي بتوهب، بس لبنان كسر القاعدة وهو وهب السما قديسين وأولياء بيشفعوا له عند كل حزة وعلى كل مفرق. هيدا البلد يلي ما نحن عزة وفخر وكرامة، ومنرفع راسنا ومنقول أنا لبناني. لبنان اليوم موجوع وبردان، بحاجة لأولاده وأهله، بحاجة إنه يستعيد توازنه بجناحيه المقيم والمغترب. كلنا ثقة إنه أولاده على امتداد بقاع الأرض جوا وبرا ما بيخذلوه، وخصوصا بدول الشرق الأوسط يلي ولا مرة ما لبوا نداء، ويلي اليوم هيدي الحلقة موجهة أكيد للبنانيين وين ما كان، ولكن تحديدا للشرق الأوسط. ما أحوجنا للتكافل والتضامن الاجتماعي، وما أحوجنا لفلس الأرملة وللبحصة يلي بتسند خابية. وأهم شي نعرفه إنه في قدرة إلهية بتزرع فينا الطمأنينة، وهي إنه لبنان وقف الله، وجد بقرار إلهي وما بيزول إلا بقرار إلهي. مسيكم بالخير مشاهدينا بلبنان، بالعالم العربي والعالم، وتحديدا بالعالم العربي يلي هيدي الحلقة من صامدون. مثل ما صرتوا تعرفوا انه اليوم امتداد، واصلين الليل بالنهار اليوم، واليوم حاولين انه نزنر الكرة الأرضية بكل بقاعة وين في لبناني رح نكون موجودين ورح نتوجه له للفجر إذا الله راد. الهدف طبعا انه نكون ايد بايد، الهدف انه نرسخ ونثبت هالتكافل والتضامن الاجتماعي، لانه هيدا الشيء اللي ميزنا عن بقيه الدول. لبنان اليوم ليش عمل هيدا الانجاز خصوصا بالكورونا؟ عمل هيدا الانجاز لانه بعد عنده هذه الحياه العائليه، عنده هذه الحياه الاجتماعيه، بعده بيسال عن سابع جار، بعده بيقسم رغيف وبيقسم اللقمه بينه وبين جاره. هيدا يلي خلينا نضل واقفين على اجرينا، وهيدا يلي مطلوب اليوم. اليوم نحن بحاجه لبعضنا كلبنانيين، وما حدا رح يحك جلدنا الا ضفرنا. اليوم العالم كله ما فينا نتكل على حدا، العالم كله اليوم راسخ او رازح تحت وطئة هذا الفيروس يلي عم بيدمر، عم يجتاح وين ما كان. مشان هيك ما فينا نتكل على حدا، بدنا نتكل على حالنا جوا وبرا، وما بدنا نخلي هالبلد يعرش. بتتواصلوا معنا مشاهدينا تحت هاشتاغ صامدون، لأن بهالحلقة في عنا ضيوف منحبهم كتير، وضيوف هني جزء من مفخرة هذا الوطن. في جزء رح يكون مع إعلاميين كبار لبنانيين واكبوا هذا البلد في الداخل والخارج، والجزء الآخر أيضا وجه رجال الأعمال والوجه الدبلوماسي للبنان في الشرق الأوسط وفي الدول العربية. اسمحوا لي بداية نبلش مثل ما الطلاب عم ياخذوا دروسهم عبر زوم، كمان رح نبلش عبر سكايب وزوم مع ضيوفي. بدي رحب بالسيده الاعلاميه الكبيره سعاد قروط العشي. مساء الخير ست سعاد. يسعد هالمساء ويسلم هالتم يا سمر، يسلم هالتم، اهلا وسهلا فيك. على اللي قلتي يلا هلا رح نعلي. بدي رحب ايضا بالزميل الاعلامي العابر للقارات ايضا الاستاذ سامي كليب. مساء الخير استاذ سامي واهلا وسهلا فيك. مساء الخير. مساء الخير وشكرا. وايضا شكرا. ايضا للاعلامي الكبير ايضا والناقد اللاذع البناء، صاحب النقد البناء دكتور جمال فياض. مساء الخير دكتور جمال. مساء النور عليك ست سمر وعلى كل اللي عم يشوفونا، وعلى زميلي بالدراسه الاستاذ سامي كليب واستاذتنا الست سعاد قروط العشي. اهلا وسهلا فيكم. ايضا اسمحوا لي رحب بزميلي صامده بكل معنى الكلمه وعلى كل الصعد، وهي اخت وصديقه وعزيزه جدا هدى شديد. مساء الخير هدى. مساء الخير سمر، ما عرفت اني صرت على الهواء غير ما شفت حالي على الشاشه، بعدني عم بشتغل بهالتليفون. بتجنني ما في منك. اهلا وسهلا فيك. رح ابدا مع ست سعاد اذا بتسمحوا لي. ست سعاد، انت خلال كل خلينا نقول الأزمات، الحرب، التاريخ اللي مر فيه لبنان منذ بداية عملك كإعلامية، وكبت خلينا نقول حروب، وكبت حاجة الناس، وكبت الأرض، مرقنا بهيك ظروف من قبل؟ أبدا
أبدا. وكبت حروب واجهناها مثل ما واجهنا الكورونا هلأ، ومثل ما عم نواجه ظروفنا الاجتماعية الصعبة، ومثل ما عم نواجه هالناس اللي ما بدي كتير زعلكن وزعل استعمل تعبير قاسي، ومثل ما بدنا نواجه اللي نهبونا وسرقونا عم بحاولوا يجوعوا الناس، بس الناس مش رح يجوعوا، مش رح نخلي حدا يجوع. أنا شفت إشياء كتير، ذكرى قانا مرقت من فترة بسيطة، أنا كنت على الهوى، كنت عم أنا وزفان الله يوجه له الخير كنا عم ننقل مباشر على الهوى. بتذكر تمام دموعي خانتني وتكر على عيوني وصرخ وقال له هيدا اللي عم تشوفوه برسم الأمم، برسم العالم، برسم الأمم المتحدة، شوفوا شو عم بصير. كله تغلبنا عليه، دفعنا ثمن غالي، بس انتصرنا، حققنا انتصار فظيع، شفنا حالنا فيه وما زلنا. فنحن عمرنا ما رح نكسر راسنا ولا رح ننهزم مهما كانت حروبنا صعبة. الكورونا أهلا وسهلا فيه، طلع عنا رجال قبضيات وقفولوا. اليوم نحن عنا بس 4 حالات يا سمر، بس 4 حالات. أكبر دول في العالم خسرت، انهزمت، انكسرت، عم بروح بالملايين ناس. طبعاً نحن منزعل، ما منريد هالشي، بس نحن أضعف دولة، المسروقة، المنهوبة، اللي حالتها بالويل. اليوم أنا كتير زعلانة، سكر لبريستول يا عمي، كل شيء عريق عنا بده يروح. ليه؟ أنا مش رح كتر أكتر. لا أنا رح أرجع، لا بس أكيد أنا رح أرجع. إيه؟ رح أرجع لعندك ست سعادة، حنتقل لزميل سامي كليب كمان يلي بيدوروا، يعني شهد على حروب، شهد على نزاعات، جيل العالم ابن بطوطة فالرحالة، فأيضا شهد فقر وزار قارات عديدة، شهد عوز، شهد كل شيء. شو اللي بيميزنا أستاذ سامي عن غيرنا من البشر؟ أولا مساء الخير لك، وألف تحية لكل من يعمل هذه الأيام، إن كانوا من الأطباء أو الممرضين أو الإعلاميين، وبتمنى تكون مؤسساتكم عم تهتم فيكم بقدر ما بتستاهلوا اهتمام، لأنه اليوم اللي عم يشتغل في ظل العدوى والخطر ترفع له القبعة. أنا أقترح بالمرحلة المقبلة أنه نشيل كل تماثيل التاريخ المزور اللي ركبت عنا بهالبلد وبدول تاني، ونضع تماثيل تخلد ذكرى الذين استطاعوا أن يعملوا في كل هذه الظروف وساعدوا الناس. وكنت بتمنى تمرق هدى قبلي، أولاً لأنه بحبها كتير لهدى، مثل الست سعاد طبعاً أساتذة كبار، وثانيا بس يكون في مرأة بحب تمرق قبل الرجال، ولكن نحن عم نعملها لا مش بالدور، مفرد مجوز منيح هيك، فخليها مفرد مجوز. بدي أقوله مين يعني، مين المفرد ومين المجوز؟ يلا حزورة. الذي أردت أن أقوله، يعني بحب خبرك أنه في إحدى الرحلات رحت إلى الصومال، وذهبت إلى منطقة اسمها بيدوى اللي كان منها الرئيس سياد بري، ووجدت أنه الناس تموت من انعدام الغذاء، ووجدت أطفال صار شعرهم أزرق لأنهم قطعوا مرحلة الغذاء في المنظمات الدولية، وكنا نمر بين جثث الموتى جوعاً، وكان إلى جانبهم في بعض القبائل تمر بقطعان من الجمال ولا تساعدهم نهائياً. فأنا سألت أنه أنتوا ليه ما بتساعدوا الآخرين؟ فطلعوا أنه هن منتمين إلى قبائل أخرى غير القبيلة اللي عم بتمين. أنا بتخيل أنه إحنا في جزء من بلدنا من هالنوع، في مثل ما حكيت ست سعاد، في مافيا بالداخل نهبت هذا البلد ولا تزال تنهبه، فهو محاصر في الداخل ومحاصر بالخارج، من الخارج لأسباب عديدة وصرنا معه. لذلك التضامن اللي حاصل اليوم بين اللبنانيين تضامن كتير بيفتح القلب،
يعني أنا عم شوف على التلفزيونات حملة التبرعات اللي عم تحصل، عم شوف إنه بيناتنا نحن في كل شخص عم بيحاول يساعد اللي حواليه بدون أي جميل. يعني أنا سكنت بفرنسا سمر، كانت جارتي من الطبيبات الفرنسيات بالحرب العالمية الثانية، وكان عليها أوسمة على صدرها ربما مثل أكبر جنرال عندنا بالدول العربية، إذا كان قاتل أو كذب يعني حاطت أوسمة. ولكن توفت السيدة، وعرفنا فيها نحن جيرانا بعد شي 4-5 أيام، رغم أنه كان عندها قيمة معنوية هائلة. نحن بلدنا متكاتف متضامن، وبتلاقي أنه الفقراء بيتضامنوا أكثر من الأغنياء، لأنه الأغنياء اعتادوا على نمط من الحياة. فأنا يمكن للمرة الأولى بقول رغم خطورة الكورونا، بس نحن عشنا أنا وجمال والست سعاد، وجمال صديق وعزيز وأنا بحبه كتير من أيام الجامعة، عشنا نحن أسوأ من الكورونا بكتير. يعني عشنا الحرب الأهلية، عشنا الذبح على الهوية، عشنا الحواجز، عشنا الناس ينزلون تحت المي، موتون تحت المي بالخنق بالفسخ إذا صح التعبير، بالنفخ بالذبح، عشنا أسوأ من هذا بكثير. بيقطشوا ديدين ويقطشوا بنخير وعشنا كل هذا نحن مرقنا فيه، وعشنا الاجتياح الإسرائيلي بكل مساوئ، وعشنا عز التحرير بهذا. شو اللي خلينا نضل واقفين على إجرينا؟ أنا بقول لك في عدة أسباب. أولاً نحن موروث من الحضارات سمر، نحن مش جداد، مش بلد طارق لبنان. لبنان من أقدم دول العالم، في موروث من الثقافة ومن الحضارة ومن الأصالة ومن التمسك بالجذور. هلأ شوفي الإنسان لما بيخاف بيرجع لجذوره، بيرجع لمنطقته، بيرجع بس أهم شيء أنه بيرجع للطبيعة. نحن أولاد الأرض عملياً، أولاد الجبال، أولاد النهر، أولاد الشجر، أولاد الصخر. مش بسهولة يعني هيك بتفكفك هيدا البلد. الأمر الثاني أنه هيدا البلد مرت عليه كل الاحتلالات وكل الغزوات، ولكن بقي لأنه أولاً في عنا عدات حلوة كتير، هي التضامن بين بعضنا البعض. يعني قل ما بتسمعي أنه جارك مثلاً فقير بدون ما تساعديه، حتى لو ما أعلنتي عن المساعدة. أنا كنت يمكن ضد أنه تعلن كتير المساعدات، بعدين تبين أنه لا، منيح أنه معلش، حتى لو في ناس من المافيات هلأ إيجابياتها أكثر من سيئاتها، لأنه بتحفز عملياً على المساعدة. بالضبط، ولذلك لازم نشجع. وانتم الخطوه اللي عم تعملوها، والخطوه اللي انعملت كمان مع زميلنا مارسيل، والخطوه اللي عم يعملوها الصحفيين كان بالال بي سي وغيرهم، انا عم شوف انه هاي الخطوات منيحه ولازم تتشجع، لانه عمليا يمكن انسان ما يكون منتبه بلحظه معينه بتحمسي انه يروح بال. هي رح ارجع لعندك استاذ سامي بعد قليل. انتقل الى زميله هدى شديد، يلي مثل ما قلت كمان هدى عاشت تجارب قاسية، وايضا هدى بمجال الاعلام وعايشت على الارض وغطت مشاكل وغطت حروب وغطت كل هالامور، وجالت ايضا في العالم وشافت كثير اشياء. هدى، شو بدنا نقول للناس برا؟ شو بدنا نقول للبنانيين يلي موجودين بمنطقة الشرق الأوسط، لأنه نحن اليوم عم نتوجه للدول العربية بالشرق الأوسط، شو بدنا نقول لهم؟ شو بده لبنان منهم؟ خليني بلش أنا بقصة أنه نحن عم نعيش امتحان منه جديد. نحن اللبنانية تعودنا من الحرب للأزمة المالية، الأزمات المتتالية، ووصولاً لكورونا يلي وحدت الكرة الأرضية. كل إنسان موجود على الكرة الأرضية اليوم عم بيعيش نفس الهم، نفس الوجع، نفس القلق، نفس الخوف. وأنا بعتبر أنه مثل ما أنه هيدا محطة سيئة عم نعيشها كلنا سوا، بنفس الوقت عندها جانب إيجابي جداً لازم كل إنسان يتوقف عنده. الخوف بخلينا نرجع لإنسانيتنا، بخلينا نعرف إنه كل شيء بهالحياة مؤقت، منه أبدي. نحن منا آلهة على هيدي الأرض، في إله يعني خلتنا نرجع كلنا لله يلي خلق هيدا النظام كله سوا. وبلحظة في فيروس خرب كل العالم، وقفنا كل العالم وقفت قدامه، كل الدول العظمى وقفت قدامه عاجزة. هيدا بخلينا نرجع لله، نرجع لإنسانيتنا. ونحن كلبنانيين
نرجع لمبادئ مجتمعنا، يعني النخوة، نحب بعض، العونة، معروفين نحن بالضيعة واللبناني بيطلع على جاره، بالضيعة ما في فقير وفي غني، الغني بيطلع على الفقير وبيحس انه هيدا مسؤوليته، هيدا مجتمعنا اللبناني يلي نحن رجعنا عم نعيشه على كل المستويات. انا مش خايفاني على اللبناني يجوعه رغم كل الأزمة اللي عم نعيشها، لانه حتى بالحرب اللبناني ما جاع، مش لانه عنا دولة هي رعيتنا، لا، أنا أؤمن بالإنسان اللبناني يلي بيبرع وبيبين هو كفرد، سواء كان ببلده أو حتى لما بيظهر لبرا. إذا منطلع اليوم بالشخصيات اللامعة برا، ما في مجال ما منلاقي فيه لبناني لامع برا إلا ببلدنا. منسقين كلنا للأسف، منسقين من الحرب الأهلية وقبل الحرب الأهلية، منسقين كقطيع. وحتى الإنسان قد ما يكون مميز ببلدنا بده يكون مدعوس للأسف. وبعدين أنا اليوم برجع بتطلع بقول، بزعل كتير، بقول نحنا يلي كل لبناني تعب وكاد وجمع وجمع مصرياته بالمية ومئتين وثلاثمية دولار بأيام الميليشيات، ما احتجزوا أموالنا، ما خلونا نوقف مزلولين على أبواب المصارف. أنا لا أؤمن بدولة، أؤمن بإنسان لبناني، وبعتبر أنه هيدي المحطة كتير بتخلينا نتجلى ونطلع أقوى منا إذا عرفنا نستثمر فيها. اكتشفنا كيف نرجع للعيلة، نرجع نحب البيت، نرجع نكتشف نحن شو عنا بالبيت، نرجع نقعد مع حالنا، لأنه كنا عايشين فتنا بالمظاهر بالحياة اللي كانت فوق طاقتنا كلبنانية، السيستام اللي عايشونا فيه المصارف، خدوا قروض وعيشوا أكثر من طاقتكم. نحن هيدي محطة حتى نرجع لذاتنا، نرجع لمجتمعنا، نرجع لمبادئنا. من هدى بنقول لعند دكتور جمال فياض. دكتور جمال، أيضا عايشت وأيضا شفت مآسي وشفت جمال وشفت فن وشفت كل شيء. شو نحن لشو بحاجة اليوم أكثر؟ يعني اللي تفضلوا فيه الأساتذة الكرام حكيوا عن الحاجة للتكافل والتضامن، الحاجة للرجوع إلى الذات، للرجوع إلى الله، لنتخطى كل هيدي خلينا نقول الأشياء المظاهر يلي عشناها. إذا بدنا نفوت إلى العمق أكثر، شو المطلوب اليوم لحتى نضل حق بعضنا؟ شو المطلوب اليوم من برجع بذكر من اللبنانيين بجناحي، يعني بالمقيمين والمغتربين، شو الدور يلي لازم ينلعب بهذه المرحلة؟ يعني أول شيء مساء الخير. نحن عندنا مشكلة وحيدة هي سبب مثل كرة الثلج، هي اللي خربت كل النظام وكل الدولة وكل المجتمع وكل شيء بهيدا، مشكلة الفساد في الإدارة. الأشخاص اللي إجوا على السلطة من فترة ما بعد حرب 82، يعني من 83 لليوم، لبنان يتناوب عليه مجموعة من الفاسدين اللي بيسرقوا أموال الدولة بطريقة أو بأخرى. كان كل فاسد يسلم فاسد، من بعد الاجتياح الإسرائيلي تماما لم يهزم لبنان في الحروب ولا مرة قدرت الحروب تهزمه، لا الحرب الأهلية هزمت النفسية اللبناني، ولا الحرب الخارجية، ولا الاحتلالات قدرت تهزم لبنان، لأنه كان اللبناني دايما يسعى إلى إعادة البناء الاجتماعي والحجر والبشر، كان يبنى بسرعة. إلا لما بلش الفساد يستشري بالسلطة وصار الفاسد هو الذي يحكم، وهذا الذي أدى إلى انهيار هذه الدولة اللي عمرها 7000 و5000 و3000 سنة، ما بعرف قديه بيقولوا عمرها بألف سنين، ليست دولة جديدة أو حديثة. بعد ما استفحل الفساد وصلنا لمرحلة فتنا بموضوع الطائف اللي وزع السلطات بالدولة على 7 رؤساء، فصار لهذا الوطن 7 رؤساء، إذا ما اتفقوا معناها بيخرب البلد، وإذا اتفقوا بيكونوا متفقين على البلد، يعني بالحالتين ما في شخص تحمليه مسؤولية، لأنه في 7. صار بتذكر هون بحالي لما قالوا أنه كان في محاولة قتل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لما كانت القبائل تجمعت عشان تذبحوا أو تقتلوا، وقالوا أنه بيضيع دمه بين القبائل. اليوم دم اللبناني ضاع بين الزعماء اللي هن زعماء الطوائف، فأي واحد اليوم بيتقليله أنت أفسدت وأنت خربت البلد،
بيرد عليك مش أنا، هو هو هو. فصارت العملية القتل اللي صارت عنا موزعة بين هالرؤساء اللي هن زعماء طوائف اللي عم يدعمون الشعب بشو؟ ببعض الجهل. لأنه لما نحن استثنينا أو أضعفنا التعليم وثقافة المواطن، خليناه يصير نوع من المدجن بحب الزعيم وغرام الزعيم والاستماتي للدفاع عن الزعيم. فصار الزعيم على حق أو على خطأ هو مقدس ومعصوم من الأخطاء بنظر أتباعه. طيب وكانت النتيجة أنه وصلنا للي وصلنا له. فجاء الكورونا هلأ، والكورونا اللي صار هلأ، الفيروس، التعامل مع الكورونا أثبت بأنه مجرد ما تحطي 3-4 كويسين بالسلطة، الناس جاهزة لحتى تكون تواجه هذه الحرب. والدليل أنه هذا الانتصار الذي يحقق جزئياً على الكورونا يأتي من خلال الإدارة الجيدة والكويسة بوزارة الصحة وبالحكومة بشكل عام إلى حد ما، والناس قادرة على التجاوز. نعم. فنحن هون أثبتنا للحظة أو لوهلة بأنه هذا الوطن يحتاج إلى إدارة شريفة ونزيهة وبسيطة، فساعتها الناس كلها تتكاتف وتستطيع أن تعيد بنائه. على كل حال الناس اليوم يجب أن نتخلص من الفاسدين بالسلطة. صحيح. وساعتها يبنى الوطن أول وجه. إلى أن يتم هذا الأمر نحن بحاجة أكثر لحتى نضل قادرين نكون نضل موجودين لنواجه هذا الفساد بالسلطة، أنه نتكافل ونتضامن ونوقف حد بعضنا. بالجولة الختامية رح أرجع لعند ست سعاد قروط العاشي، شو بدك تقولي للبنانيين المغتربين وخاصة الموجودين بدول الشرق الأوسط؟ كيف بدك تحفزيهم لحتى يعني يكونوا واقفين إلى جانب المقيمين في لبنان ويدعموا هالبلد، مع أنه ما عم بيقصروا ولا مرة قصروا؟ أوكي، أنت عم تحكي عن الناس العاديين، أنا اسمحي لي قول شغلي. يا عمي اللبنانيين من المليونيرية والمليارديرية منتشرين في لبنان وفي العالم، معهم مليارات ومعهم ملايين، ومنهم من يلي أخذوا أموال لبنان، اللي استفادوا من لبنان، اللي جمعوا ثروات طائلة من لبنان. أنا بس بدي أقول لهم كيف هين عليكم؟ كيف هين عليكم؟ ضبين ملياراتكم ولبنان عم يحتاج. في مين يحتاج يأكل؟ في مين بلبنان؟ لبنان الجميل الغني، لبنان أجمل شيء بالعالم وأزكى شيء ما بعرف شو بدي أقول. اللبناني صار مش قادر يأكل، صار مش قادر يفوت عند الحكيم، صار مش قادر يفوت على مستشفى، صار مش عم بيلاقي سرير بالمستشفى، مش قادر يودي ولاده على المدرسة. كيف بيهين علينا؟ فإذا المطلوب أحبائنا يلي جنوا مصرياتهم من لبنان، شي شرعي شي غير شرعي، شي بتعب الجبين وبالعرق ورجعوا كفوا ثرواتهم برا، وينكم؟ وينكم؟ موجودين ست سعاد، أكيد موجودين. وهيدا اللي عم نقوله، إنه اليوم ولا مرة قصروا، بس اليوم هني يعني نحن بحاجة لوجودهم أكثر. مشان مطلوب هيك مطلوب أكثر يا سمر، أكيد مطلوب مشان هيك أكثر. لبنان لازم ينهض. عم ناشد الجميع إنه يعني يحطوا إيدهم بإيدنا. مش برجع بقول ما قصروا، ولكن هلا نحن بحاجة لإلكم أكثر والبلد بحاجة لإلكم أكثر. أستاذ سامي، كلمة مختصرة بتوجهها للمغتربين اللبنانيين في الدول العربية، كيف يحطوا إيدهم بإيد لبنان؟ ما تنسي سمر أنا إكس مغترب، بعرف. أنا شوفي، بس أنا رجعت على لبنان وبعتز بهيدا البلد، وهالفترة عم بعتز زيادة. يعني كتير بيكبر قلبي لما بسمع ماكرون عم بيسأل الرئيس الفرنسي مين في بيناتكم، بيطلع معظمهم لبنانيين. صحيح. البروفيسور راول بيقول أنا معظم الناس اللي اشتغلوا معي من اللبنانيين والعرب الآخرين كانوا من أشطر الطلاب الموجودين. أنا بعتز بهيدا البلد وبقول إنه كل واحد قادر يساعد ولو شوي ولو شوي. نعم. لأنه نحن حاولنا، كل طائفة حاولت تعتمد على زعيمة، وكل شارع وكل حي تاريخيا حاول يعتمد. تبين فيما بعد أنه ما فيك تعتمد، أنه خذلوهن. صحيح. على بعضنا الجميع خذل، أكيد خذلوهن عمليا، والجميع في الواقع تخلى
يعني كمان هاللي نهبوا هالثروات الكبيرة، سمعتي شي واحد مثلا قال أنا بدي روح عمر مستشفى، أنا بدي أعمل مستوصفات، أنا بدي كفر عن بعض ذنوبي. إذا المغتربين أنا بتصور ما عندنا غير بلدنا نحن. شوفي أنا برمت العالم سمر، ما في أجمل من الحياة بلبنان، بطبيعة لبنان وبشعب لبنان. هذا شعب حيوي، هذا شعب بيحب يعيش، هذا شعب بيعرف يبني، هذا شعب بينجح، هذا شعب عنده نخب هائلة إن كان هون ولا في الخارج. بس أنا بسأل مرات كثير إنه وين هاي النخب هلأ مش عم بتبين؟ يعني وين مش عم نشوف المثقفين؟ وين مش عم نشوف رجال الفكر؟ مش عم نشوف حدا على الشاشات على الأقل لنبني مشروع مشترك؟ هاي فرصة تاريخية لإلنا. هلأ نحن أستاذ سامي، هلأ نحن بحاجة للصمود ولا التكافل والتضامن لحتى نقدر نضل صامدين نقطع هذه المرحلة سواء الوباء وسواء الوضع الاجتماعي تماماً. نقدر نرجع نركز على النواحي الأخرى. منشان نختم بهذا الموضوع سمر، اللي أنتوا عم تعملوه كتير منيح ولازم كل الناس كمان تعملوا هيدا الصمود اللي عم ينطلب وهيدي المساعدات اللي عم تنطلب. وأنا مثل ما بلشت بدي أرجع أقول شغلي كمان، اسمحي لي وجه رسالة لأصحاب المؤسسات الإعلامية غير الطبية، حافظوا على ناسكم، وإذا قادرين تتحملوا شوي معلش هالفترة، لأنه لا الإعلاميين رح ينسوكم ولا البلد رح ينسيكم فيما بعد، لأنه عم بسمع في كتير مؤسسات إعلامية عم بتسكر بهالفترة، رغم أنه الإعلام هلأ هو سلاح كتير مهم لتحميس الناس مثل ما عم تعملوا وتحفيزهم على العمل الزيادي وعلى نقل الصورة كما هي في الشارع. كمان هيدا جزء من الأزمات يلي عم نعيشها أستاذ سامي. معلش يتحملوا أصحاب المؤسسات شوي، بسيطة ما هي فترة وبتمرق. كورونا ما رح يطول، ما رح يسرمد كورونا، هيدا الفيروس رقم 21 ومش معروف. بس الوضع الاجتماعي والحاجة عند الناس هي يلي هلأ الأساس. مشان هيك كل اتكالنا عليكم المغتربين، أولادنا، أبنائنا، إخوتنا، أبائنا، أزواجنا، وسمر المغتربين ما قصروا أكيد أكيد. من إحنا الاتكال عليهم، ما فينا نتكل على الدولة يا أستاذ سامي، اتكالنا على بعضنا، على الشعب طبعًا. الشعب اتكالنا هدى رغم انه هالحكومه عم بتحاول تعمل شيء معلش يعني. لا اكيد الحق. اكيد بس بعد سامي اسمحوا لي، هيدي الحكومه عم بتحاول فعلا بس ما تركوا لها شيء. ايه ما تركوا لها شيء، نهبوا كل شيء. عصابه الهيكل اقوى. خلوني اختم مع هدى إيه؟ كلمه مختصره جدا ندعي فيها الناس لحتى لي تحط ايديها بايدين بعض، شو بتقولي لاهلنا بالشرق الاوسط والدول العربيه؟ بقول لهم للبنانيين، يعني لحتى اللبنانيين لحالهم اللي منتشرين عبر اصقاع الارض، بقول لهم الاتكال عليكم مثل ما كان بزمن الحرب، كمان بزمن السلم، بزمن الفيروسات، بزمن الازمه الاقتصاديه، اليوم انتم بدكم تدعموا. يعني حتى قبل ما ننتهي من كورونا قد ما فيكم ابعتوا، حتى لو ما كنتوا معلش لو من خلال المصارف ابعتوا لأهلكم، لأنه نحن مجتمع، وابعتوا يعني كل واحد عم يعمل حملة ساهموا، خلونا نحس حالنا أنه نحن عن جد مجبورين ببعض، صامدون أو نحن لبعض. LBCI جديد، حياة لطيفة، الهدف واحد مهم أكيد. إنه مهم كلنا سوا نساعد مجتمعنا اللبناني. خلينا ننسى أنه معلش الدولة مش قادرة تعملنا شيء، بس نحن مجتمع حي، شعب حي، منحب بعض، يلا خلينا نساعد بعض. وبكره بس تخلص كورونا لازم كل المغتربين يجوا حاملين مصاري ويجوا يساعدوا اهله، كل واحد يساعد بيئته، عائلته، اهله، لانه الازمه كثير كبيره ويبدو انها طويله كثير. نعم، بنتقل لاخته مع دكتور جمال فياض. كلمه مختصره دكتور جمال لاهلنا والمغتربين اللبنانيين بالدول العربيه. انا بعرف انه اغلب المغتربين، وانا عندي باسرتي كل اخواتي تقريبا مغتربين، بيبعثوا دائما لاهلهم لاقاربهم. كل مغترب لبناني عنده ما يرسله بطريقه او باخرى الى اهله. انا بدي اتمنى على كل مغترب يرسل مبلغ معين لاهله، لوالدته، لاخواته، لاصدقائه، لاولاده، ولو شال منهم 10% فقط للاخر، لانه بالنهايه الانسان ومجتمعه لا يمكن ان يعيش هو والاخر ببعد، لازم الآخر هو جزء منك وانت جزء من الآخر، جارك، قريبك، حدا من أصدقائك، ناس رفقاتك بالوطن، أهلك. بالنهاية أنا بعرف أنه صار في حالة إحباط عند المغتربين، لأنه كل ما أرسلوه تعرض لما تعرض له مع المصارف، إنما اليوم خلينا نروح على زاوية أو على طاقة أمل جديدة وصغيرة
ونقول إنه كل مبلغ يرسل إلى الأسرة في لبنان فلنخصص منه خلال هذه الفترة العصيبة 10% فقط لكي نساعد الآخر، لأنه بالنهاية اعتبروه نوع من الزكاة، نوع من الضريبة الخيرية لصالح الآخرين، لأنه إذا ما كنت عم تفكر بغيرك ولا يمكن الله يفكر فيك نهائيا. أنا بآمن بأنه دائما التعاضد اللبناني أقوى من الذين كانوا، ونحن هلأ على أبواب الشهر الفضيل، على أبواب شهر رمضان. هذا اللي بتمنى فيه أنا، صحيح. فلتكن الزكاة باكرة قليلا، لأنه أكيد ربنا بيطلب من الإنسان ينظر إلى الآخر، إلى الجار، إلى الأخ، إلى القريب، إلى أي إنسان. نحن اليوم إذا تضامننا مع الآخرين كنا عم داون مع كل لبنان، مع كل شعب لبنان، لأنه بالنهاية الرقم اللي شايفه أنا عندكم صار تقريبا 1 مليار ليرة. صحيح. أنا برأيي هذا رقم متواضع، وهذا مش من شيم اللبنانيين أن يكون هكذا، يجب أن يتحول إلى أعلى من هذا بكثير، لأنه بالنهاية عم بيروح للفقراء، للمحتاجين، للناس اللي عندهم عزة نفس وما عم يطلبوا. لازم ناخذ بعين الاعتبار في كثير ناس عندهم عزة نفس ما بيطلبوا وبيتألموا ولكن ما له عين يحكي. صحيح. فخلينا نفكر بهدول الناس، لأنه هيدي بتكون فعلا الشخصية اللبنانية يلي نحن بنتباهى فيها أمام العالم، وبنقول إنه اللبناني دائما مميز، مميز بهذه التفاصيل الصغيرة. أنا بدي أشكركم كثير الأساتذة الكبار والزملاء الأعزاء، ست سعاد قروط العشي، صديقة هدى شديد، دكتور سامي كليب، دكتور جمال فياض، شكرا كثير لكم. شكرا على شكرا لك سمار، وتحياتي للزملاء ولسامي وللكل. أهلا فيكم، شكرا كثير لكم، شكرا لهذا الكلام الراقي يلي سمعناه ويلي مش غريب على إعلاميين مش بحجم وطن، بحجم دول خلينا نقول. وعسى أن يكون لوقع هذا، لهذا الكلام الجميل وقع بلوبكم أعزائنا اللبنانيين المغتربين الموجودين بمنطقة الشرق الأوسط وبالعالم أيضا، بس مساء بأنه هذه الحلقة موجهة للشرق الأوسط. خلونا ننتقل من لبنان مباشرة إلى دبي عبر الهاتف، ومعي رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي أستاذ شارل جحا. مساء الخير أستاذ شارل. مساء النور. أهلا وسهلا فيك. طبعا اليوم مفهوم هذه الحلقة صار واضح، صامدون، وتحت هاشتاج صامدون، لأن طبعا اليوم هذه مثل ما قلنا الحلقة موجهة إلى الدول العربية في الشرق الأوسط. باختصار خبرنا بس شو اللي عم ينعمل على الأرض، ونحن بنعرف أنه رجال الأعمال والمجلس العمل اللبناني الذي يضم كبار رجال الأعمال في دبي، بنعرف أنه مش مقصر، بنعرف أنه في شغل كتير كبير عم ينعمل على الأرض بين دبي وبين لبنان، لأنه كمان بدبي في لبنانيين عالقين، في طلاب، في عمال، في بعض من صرفوا من أشغالهم ومعلقين هونيك. شو اختصر لي شو الوضع كيف عم تشتغلوا؟ أول شيء ست سمر، أنتم صامدون ونحن صامدون كمان. نحن صامدين بحب البلد وبحب الوطن وبحب لبنان أكيد. بالنسبة لإلنا منحييكم ومنحيي صمود الشعب اللبناني اللي هو على مدى السنين وعشرات السنين عم بيعاني وضل يعاني وبعده عم يعاني لليوم. أكيد نحن بالنسبة لإلنا كموجودين بالخارج هالشي هيدا عم نشوفه، عم نقشعه، وعم نحاول على طول إنه نقدر نقوم أو نسد اللي منقدر نعمل أو نسد اللي منقدر نقوم فيه لحتى نساعد شعبنا وأهلنا. أكيد ما بدنا نرجع لتفاصيل وما بدنا نفوت بأي تفاصيل كبيرة، في شغلة بدنا نحكيها بس، هناك تقصير، في تقصير كتير كبير، تقصير مع الاختراب بعدة مجالات، ومع هيدا وكله اللبناني هو لبناني والمغترب هو مغترب، وإذا عمل أي شيء عم يعمله لأهله ولأولاده ولأخواته ولجيرانه وغيرهم. فإذا نحن بالنسبة لإلنا اللي عم بيصير هون، اللي عم بيصير هون ما في شك إنه المغترب بالوقت الحاضر صار عم بيحس بنوع من الإهمال، لنكون صريحين. نعم. صار في نوع من الإهمال، وبدي كمان أكد على كلام الأستاذ سامي اللي قال في نوع من الخزلين. نعم، في نوع من الخزلين للمغترب اللبناني. أول شيء أكيد مثل ما حكيت حضرتك
انه في طلاب وفي عمال وفي موظفين وفي باحثين عن عمل موجودين بالبلد هون وعلقانين هون. نعم. اكيد مع هالظرف هيدا الصحي الكورونا اللي هي ضربت العالم كله، هالاشخاص اللي علقانين هون اكيد وضعهم مش منيح، وضعهم مزري جدا، ووضعهم خلينا نقول في اهمال لهم. هلا اكيد في محاولات وفي عمل عم بيصير للمساعدة، ولكن ما حدا بيقدر يقوم مقام الدولة. صحيح. أول شيء الدولة بالنسبة لنا يمكن عم بتحاول، ولكن ما عم بتحاول مثل ما لازم. خلينا نحطها بالطريقة لما حتى نكون كتير نيجاتيف. مشان هيك نحن يا أستاذ شارل عم نقول إنه اتكالنا على بعضنا، اتكالنا على اللبنانيين بين مقيمين ومغتربين، وهذا الامتداد اللي صاير بيننا، لأنه ما فينا نتكل، ما عنا دولي بكل معنى الكلمة نتكل عليها. إن شاء الله نكون بهذه المرحلة عم نبلش نأسس لبناء دولي حقيقي تهتم بأبنائها. برجع بقول ولا مرة هل المغتربين يلي هن أهلنا ولا مرة قصروا، يمكن حسوا بتقصير تجاههم، ولكن هذا لا ينفي فكرة أنه نحن هلأ بحاجة لألون في الداخل اللبناني، أهلهم بحاجة لألون. لنختم أستاذ شارل، شو بدك تقول لرجال الأعمال الموجودين في دبي؟ نحن بالنسبة لنا ما بحاجة أنا لأقول أي شيء، لأنه كل إنسان وكل رجل عمل موجود بدبي عم بيقوم بواجبه على أكمل وجه. نعم. حكينا أو ما حكينا، كل شخص موجود بدبي عنده يا أم يا بي يا أخت يا شقيق موجودين بدبي، يا جار. نعم. بالنسبة لنا هوني عطول موجودين وعطول حاضرين، عطول حاضرين. سو بالنسبة لهم كل إنسان عم بيقوم بواجبه. رجال الأعمال بكل مرحلة على مدى، نحن أنا بالنسبة لي صار لي هون بهالبلد 34 سنة، على مدى 34 سنة قمنا بكتير أعمال وأعمال كبيرة لتفيد الناس ولتفيد أهلنا ولتفيد المؤسسات اللبنانية، وإن شاء الله إن شاء الله نحن أكيدين إنه هلأ ما رح تخزلونا كمان، ما رح تخذوا اللبنانيين، وكل اتكالنا حاله. صحيح، كل اتكالنا. انا بدي اشكر كثير مشاركتك معنا بهالحلقه رئيس مجلس العمل اللبناني في دبي شارل جحا، شكرا جزيلا لك. وابقى وانا بدي اشكركم ولكم يعطيكم العافيه. شكرا كثير لك، ونحن بانتظاركم. ابقى في دبي ومعي مباشره عبر سكايب قنصل لبنان في دبي سعاده القنصل عساف دومت. مساء الخير. مساء النور. مساء النور ست سمر، اهلا وسهلا فيك. سمعنا كلام الاستاذ شارل جحا، وبحاجه نحكي معك بمزيد من التفاصيل. بنعرف قديش زعلانين يمكن شوي او اخذ على خاطرهم المغتربين انه الدوله مقصره معهم نوعا ما، ولكن اليوم بدنا نحط الدوله على جنب، مع انه حضرتك بتمثل الدوله اللبنانيه وبتمثل الخارجيه اللبنانيه، بدنا نحط الدوله على جنب ونحكي عن اللبناني اللبناني، عن مواطنيته وعن حاجة بلده لإله هلأ لو شو ما كان، بالنهاية هون جذوره وهون مرجعيته. صحيح، يعني بالنسبة لرجال الأعمال بالنسبة للبنانيين الموجودين ببلاد الاغتراب بحياتهم ما قصروا مع لبنان، والدولة اللبنانية كمان عم تسعى جاهدة بأكثر ما أوتيت يعني الدولة، حتى الدول الكبرى يعني الدول العظمى ما قدرت استطاعت اللي عملته الدولة اللبنانية، خاصة بهذه الفترة اللي نحن مارقين فيها، هذه الفترة الصعبة، الفترة اللي كلها الدول العظمى ما قدرت اللي عملته الدولة اللبنانية. هلا بخصوص رجال الأعمال وخصوص اللبنانية هون، الجاليات في ربط عضوية كثير كبيرة بين لبنان وجالياته، خاصة بين الجاليات الموجودة إذا فينا نقول بالخليج وبأفريقيا، وبحياتهم هن ما قصروا، والدولة اللبنانية كمان تسعى جاهدة لتطلع على تواصل وارتباط دائم معهم. نعم. شو بدنا نوعد اللبنانية، شو عم يتحضر بدبي اليوم أو بالإمارات بشكل عام على صعيد رجال الأعمال اللبنانيين، بشو بدنا نوعد اللبنانية المقيمين في الداخل يلي عم بيناشدوا أهلهم المغتربين، بشو فينا نوعدهم؟ صراحة يعني بخصوص
الأزمة اللي مرق فيها هلأ العالم ومرق فيها لبنان، نحن صار في عنا وجدنا تعليمات من وزارة الترجيه والتربيين، وهذه التعليمات نحن نفذناها بحذافيرة كلها سوا بخصوص التبرعات وحملة التبرعات كرمال الصليب الأحمر اللبناني، كرمال مستشفى الشهيد رفيق الحريري، كرمال التبرعات العينية كمان بمصرف لبنان. كلها هيدي نحن عملناها على كل الجادي بواسطة إيميل، بواسطة ويب سايت تبع الأنصلية، وخاطبنا مع رجال أعمال كمان وزارة الخارجية والمقربين، طلبت منا معلومات خاصة نحن زودناها فيها للتواصل مع بعض الشباب هون كرمال القيام بحملات تبرعات بهذا الخصوص. واللي صار كمان من فترة يعني على مع أستاذ مارسيل وحتى مع حضرتكم العديد من رجال أعمال تبرعوا، على ماني بصدد أنا ذكر أسمائهم بس حتى ما أنسى حدا منهم، بس في كتير كان من لبنان تبرعوا من دبي ومن الإمارات بشكل خاص. أكيد، ونحن بعدنا بحاجة إلى المزيد من التبرعات، المزيد من الدعم، خلينا نقول الدعم الإنساني والدعم الأهلي بشكل عام، على أمل طبعا أنه يتحقق هذا الأمر. وبرجع بقول مش مقصرين أهلنا المغتربين، مش مقصرين رجال الأعمال اللبنانيين في الإمارات وعلى امتداد الشرق الأوسط، مش مقصرين، ولكن نحن مشوارنا طويل، مشوارنا ما بينحصر فقط بكورونا، بينحصر بالأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الكبيرة يلي رح توصلنا بالمرحلة المقبلة إلى ربما إلى الجوع بسبب يعني السياسات يلي عم تعتمد خلينا نقول من دولة المصارف العميقة. بدي أشكرك كثير على هالإطلالة قنصل لبنان في دبي عساف دومت، سيكون لنا معك لقاءات أخرى ويكون في متسع من الوقت لأنه في كتير كلام نحكي معك ساعات القنصل. شكرا كتير لوجودك ومتكلين عليكم وعلى تحفيزكم للجالية لحتى تكون موجودة قدام أهلها. شكرا لجهودكم المبذولة. شكرا لك ست سمر. مشاهدينا اسمح اهلا فيك، مشاهدينا اسمحوا لي كمان اقول انه تواصلنا ايضا مع رئيس مجلس العمل اللبناني في ابو ظبي سفيان الصالح، وايضا كان هذا الحديث يعني اعتذر ما قدر طلع معنا، ولكن كان هذا الحديث عن دور الجالية في أبو ظبي أيضا بجهود اللي عم بتقولها، جهود اللي عم تبذلها وهي جهود عالية جدا، سواء كان بمساعدة العالقين هونيك اللبنانيين يلي راحوا وعلقوا ما عادوا قادرين يجوا، يلي خسروا أشغالهم وخسروا كل شيء وهني بحاجة هلأ لا يعني مساعدات لحتى يقدروا يرجعوا. بنعرف كمان أو علمنا وخبرنا كمان أنه رجال الأعمال دفعوا بعض التيكتس، يعني عم يساعدوا على الميلتين سواء كان في الخارج وسواء كان في الداخل أيضا، ونحن بحاجة إلى المزيد من هذا الكرم، إلى المزيد من هذه المساعدات. ما بدي سميها مساعدات، بدي أقول أنه أحيانا خلينا نقول هي واجب تجاه بلدنا، تجاه أهلنا، تجاه ناسنا، تجاه ترابنا أيضا، لحتى ما نخلي هالبلد يلي ما في شيء بالدنيا كسره أنه ينكسر هلأ بفعل خلينا نقول السرقة والنهب والإجرام الذي مورس بحقه من ناسه ومن بعض مسؤولينه. خلوني انتقل مشاهدينا من الإمارات من دبي إلى السعودية إلى الرياض، ومعي أيضا مباشرة عبر سكايب أو عبر الهاتف، مباشرة عبر سكايب معي رئيس مجلس العمل اللبناني في السعودية سيد ربيع الأمين. مساء الخير أستاذ ربيع. مساء النور، أنا مني رئيس مجلس العمل اللبناني في السعودية، أعطيتنا الاسم للشباب، أنا رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين من الرياض. طيب أنا بعتذر، عندي مكتوب لأنه أخذوا مرتين وشو اسمه بسيطة. أهلا وسهلا فيك، شكرا شكرا كتير. لا مزبوط، أنا اللي قريت غلط واختلطت الأمور علي. على كل حال بالنهاية الأهم من هذه الألقاب هو أنك لبناني أصيل موجود في السعودية وتقوم بخدمة بلدك على بطريقتك وبالطريقة اللي حضرتك بتلاقيها مناسبة. خبرنا شوي عن كيف تتعامل الجالية العربية، الجالية اللبنانية تحديدا ورجال الأعمال اللبنانيين مع جائحة كورونا المستجدة ومع الأزمة الاقتصادية المعيشية يلي عم يرزح تحت البلد والناس تحديدا. نعم. وهن يعني يعني أهلكم وناسكم واللبنانيين بشكل عام. صحيح، أول شيء يعطيكم العافية، مبادرة طيبة
لأنه بصراحة ممنوع لبنان يكون جوعان، وهذه المبادرة عم تقوموا فيها أنتو هي عم بتسد حاجة موجودة أنتو والمحطات الثانية وكل الجهات والجمعيات. بالنسبة لموضوع كورونا، حبلش بموضوع كورونا بعدين بوصل على موضوع الأزمة الاقتصادية. أول ما بدت الأزمة، السفارة اللبنانية بالرياض السفير فوزي كبارة ألف خلية أزمة بالسفارة وتواصل مع رجال الأعمال وتحركوا ليحلوا مشاكل طارئة استجدت وتفاجأنا فيها بصراحة. أنتم بتعرفوا أنه بالمملكة العربية السعودية كانت الأشغال والأعمال يعني كويسة وماشية، وإجمالاً حاجات اجتماعية جداً ضئيلة، يعني ما كنا نواجه حاجات اجتماعية. واجهنا مجموعة من الشباب والعاملين اللي هن فقدوا شغلهم فجأة وما عاد عندهم إمكانية الاستمرار، سكر المطار ما فيهم يرجعوا على لبنان، وصار عندهم حاجة. فتحركت السفارة بتوجيهات من السفير كبارة والأنصر علي أبو علي، هو تكلف بهذا الملف، وصار في تجاوب من رجال الأعمال وبدأ ينحل هذه المواضيع. كمان السفير كبارة تواصل مع الميدل إيست لتأمين الرحلات، هذا موضوع جدا مهم وعالق، وأنا مكلف أني أرفع الصوت فيه، أنه رحلات السعودية من الرياض وجدة ما وجد عليها ولا حالة كورونا، مطلوب أنه ترجع الرحلات تستأنف، لأنه في 2000 شخص بحاجة يرجعوا لبنان لضرورات إنسانية أو مقطوعين أو ما عندهم عمل. فهيدا بنوجه هذا النهداء لكم بعبركم أنه يتم معالجة هذا الموضوع، لأنه غير هيك هودي حيتعذبوا بشكل كتير كبير. هيدا اللي بخبركم إياه. هلأ بشكل عام بالنسبة للجالية، المملكة العربية السعودية بدأت إجراءات يعني الإحاطة بكورونا وطبيعاتها مبكرا، وتمت السيطرة عليها بشكل يعني ملحوظ، وهذا يعني عطى ارتياح لكل المقيمين بالمملكة وساووا بين المواطن والمقيم بالعلاج من كورونا، حتى المخالفين للنظام الإقامي علاجهم مجانا. هيدا بالنسبة بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي السيء يلي موجود فيه، يلي عم بمر فيه البلد، ويلي عم يرفع الصوت وعم بيناديكم في الخارج مثل ما كنتوا دائما كل عمركم حدوا انه كيف كمان نقدر نكمل ندعم لحتى لي ما يصير فيه خلل، ولحتى لي ما تنهز السيبة، ولحتى لي ما ينكسر هالبلد يلي من اول تكوينه كون مرفوع الرأس يعني وغير قابل للانكسار. بداية يعني اللبناني لا يحتاج الى نداء للواجب، اللبناني دائما يلبي الواجب، وهذا بشكل عام. واللبناني المقيم بدول الخليج العربي وبالسعودية تحديداً، طالما أنا عم بطلع هلأ من السعودية، كمان منهم بحاجة أنه يلبوا النادي. معروف أنه تحويلات اللبنانيين من السعودية إلى لبنان كانت هي الأعلى، كانت هي الأكبر، وما توقفت أبداً. اللبنانيين بيقوموا بواجباتهم. طبعا اللبنانيين الموجودين بالمملكه هن بينقسموا الى موظفين، يعني بيكون عندهم رواتبهم وبيبعثوا لاهالين ومساعدات، وبالوقت ذاته رجال الاعمال بيقوموا بالمساعدات بشكل دائم. فبالتالي يعني عن جد اللبنانيين مش بحاجه لنداء، لكن في جزء مهم انه الازمه الاقتصاديه اللي صارت طالت هالمغتربين هذول باموالهم الموجوده بلبنان، وطالتها بشكل كتير كبير، يعني مش بشكل عادي. وصاروا المغتربين هن مثل الزوج المخدوع، يعني اموالهم كانت في المصارف، المصارف اعطتها مصرف لبنان، مصرف لبنان اعطاها للدوله، والاموال كلها طارت. وهيدي عامله ازمه وعامله قلق. صحيح. فبالتالي اذا نحن اليوم عم نتطلع، وبرجع بحيي مبادرتكم والمبادرات الاخرى، عم نتطلع فقط الى انه نحن نعالج ازمه الجوع، هيدي لازم نعالجها. وبرجع بقول لك ما في لبنان لازم يجوع، بس في عندنا الازمه الاقتصاديه نحن بحاجه انه نبدا نعالجها فورا. صحيح. ونتطلع على معالجتها، لانه اللي عم بيصير هلا بين المناوشات الاعلاميه بين الدوله والمصارف وكلهم عم يرفعوا شعار حقوق المودعين والمودعين حقوقهم طارت. فهذا هو الوضع. انا بدي اشكر نعم بدي بس بالنقطه الاخيره، فضل. يعني اللي زاد الطين بلي هو موضوع
أنه مصرف لبنان دخل شريك مضارب على تحويلات اللبنانيين عبر الويسترن يونان أو الأو أم تي. هذا عمل استياء كبير في الجالية اللبنانية. كان في مبالغ، أنا برأيي إذا بتسألوا الأو أم تي قديش المبالغ الشهرية اللي عم تطلع كانت من كل دول الاغتراب. هلأ ما بقى رح تطلع، هلأ ما بقى حدا رح يبعث لما بتقولوا نعم، ما بقى حدا حيبعث. وهذا خلص ما تبعتوا بالاو ام تي، بعتوا على على ارقامنا وارقامنا وارقام غيرنا ومن المساعدات. لا اكيد اكيد، يعني في طيب اذا بعد بدهم يسرقوا اموال الفقراء يعني هيدي مصيبه، واموال المساعدات هيدي مصيبه، وعلى كل حال واجهناها ببعض الاحيان. مشان هيك افضل طريقه هي انه تنبعث مباشره على الحسابات او بالمباشر. يعني انا بدي اشكرك كثير رئيس المجلس التنفيذيين اللبنانيين في الرياض السيد ربيع الامين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، والف تحيه لاهلنا بالمملكه العربيه. الله يسلمك، شكرا، يعطيك العافيه، اهلا وسهلا فيك. كان المفروض يكون معنا ايضا رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية السيد إلي رزق، يلي هو أصلا علقان بمسقط كمان، ولكن ما قدرنا، في مشكلة بالاتصال معه. سمحوا لي أختم هذه الحلقة مع فنانة كلكم بتحبوها، ما في أهضم منها، ما في ألذ منها، وهي الفنانة جيسي عبدو يلي موجودة أيضا في دبي لدواعي العمل. هلا ما بعرف زعلقت هونيك ولا لأنه في شغل لازم يتم وفي تصوير لازم يتم. مساء الخير جيسي. بونسوار مدام سمر، أهلا وسهلا فيكي. علقانة ولا عم بتتممي عمل؟ يعني من اليوم بلشت تصير علقانة لأني خلصت تصويري وناطرة يوصلوا الطيارات ويفتح المطار. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية. أنتوا دائما أيضا من الجزء يلي بنفتخر فيه أيضا كلبنانيين ويلي رافع اسم هالبلد. جيسي، شو بدك تقولي للناس؟ بتعرفي أهلنا بالاغتراب خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وأكيد إليك بينهم أصدقاء كتار من رجال أعمال ومن أصدقاء عاديين من مقتدرين ومن العايشين على قدهم. شو بدك تقولي لهم إنه شو يعني كيف يدعموا أهلنا في الداخل اللبناني؟ شو المطلوب اليوم وكيف لازم تكون، كيف لازم يكون رد الجميل لهالبلد يلي هو بالنهاية بدايتهم ونهايتهم؟ أول شيء بدي حيي الجديد على هالمبادرة الحلوة على حملة صامدون. بدي حييكم كلكم على المجهود والتعب اللي عاملينه. للحقيقة أنا كتير مبسوطة بهيدي الحملة لأنه هيدي حملة نزيهة وحملة كتير حلوة، حملة حقيقية، لأنه الواحد بس بده يساعد وبس بده يتبرع لازم نتعود أنه نحن نساعد بعض ونتبرع بهاي الطريقة، مش بعرض الأسامي ومش بالتباهي مين نتبرع أكثر والأسامي اللي كانت عم تظهر. فلأنه ربنا قالنا بس الإنسان لازم يساعد، إذا ساعد بإيد اليمين لازم شماله ما تعرف. نعم. فأنا مبسوطة كتير بهيدي الحملة. اللبناني بعده صامد ورح يضل صامد بكل الظروف، وهيدي المشاركة هي مشاركة إنسانية ومشاركة وطنية، يعني لازم كلنا نساعد بعض ونوقف حد بعض. يعني واجب، يعني واجب، يعني لازم تكون مثل التجنيد، لازم تكون مثل الاحتياط بالحروب، لازم تكون يعني واجب، واجب أكثر من أنه هي. نعم، هيدا واجب وطني، هيدا واجب وطني. صحيح. ما في شخص مغترب ما إله حدا ببيروت، ما إله عائلة، ما إله رفيق، ما إله حدا بعز عليه. فنحن لازم بهذا الظرف الصعب أنه عن جد نقف حد بعض، وكل عمره اللبناني إيد وحدة مع خيه اللبناني وبحس فيه. فنحن لازم عن جد نتمسك ببعض بهيك ظرف صعب. يمكن نحن عم نمرق هلأ بفترة وأزمة كورونا، بس تخلص أزمة كورونا يمكن رح يكون عندنا مشكلة حقيقية بالبلد، فعن جد لازم نحن نساعد بعض.
شكرا كثير لك على هالمشاركة الفنانة الجميلة قلبا وقالبا جيسي عبدو. شكرا كثير لك. مشاهدينا نحن لهون بتنتهي هذه الحلقة من صامدون يلي هي كانت موجهة إلى الشرق الأوسط وإلى أهلنا في الدول العربية. بدي أرجع عود على بدء وبدي أرجع أختم بنفس الطريقة يلي بلشت فيها. لبنان بحاجة لألكن، لبنان سلف كتير وهو هلأ بحاجة لألكن، بحاجة لهذا التكافل والتضامن الاجتماعي. ما فينا نتكل على حدا، ما عنا دولة لا نتكل عليها، بدنا نتكل على بعضنا، بدنا نسند بعضنا. لبنان يقوم بجناحيها المقيم والمغترب. هون أرضكن، هون هويكن، هون نفسكن، هون أهلكن، هون آخر شيء رح ترجعوا. وين ما حرتوا ودرتوا رح ترجعوا إلى هذه الأرض يلي بعد عمر طويل رح تحتضنكن أنتوا وأهلكن وولادكن وناسكن. وبرجع بذكر هيدا البلد ممنوع ينكسر، هذا البلد من وجد ومن خلق لينكسر، هيدا البلد هو لبنان، هيدا لبنان هو وقف الرب، هو وقف الله، ومثل ما نوجد بقرار إلهي ما بيخلص إلا بقرار إلهي، ورح نبقى صامدين إلى أن يعني تقوم القيامة يوما ما. برجع بذكركم حملة صامدون مكملة، الهاشتاج هو صامدون لأن، وهلأ فاصل قصير وبسلم الهوى للزميلة الإعلامية المحبة، ما بعرف كيف بدي أوصفها ولكنها يعني أقرب إلى القلب من الوريد، وهي ريما نجي. فاصل ونعود. مرة كان رامي بالغابة لمح